السلام عليكم ورحمة الله. تخيل معايا الشمس اللي انت بتشوفها كل يوم لو بتسمع صوتها ايش ممكن يصير؟ هذا بينقلنا لمعلومة مهمة، انه في شغلات احنا بنشوفها بعيننا ولكن ما بنسمعها، وهي الشغلات لو احنا سمعناها للأسف مش هنكون موجودين ولا اي مخلوقات على وجه الارض. وهذه حكمة ربنا في الكون سبحانه وتعالى، لانه اعطانا حاسة السمع وحاسة البصر، وكل واحدة من الحواس لها قدرات معينة، لو تجاوزت هذه القدرات حيكون شيء خارق للعادة. علشان هيك هذا بينقلنا لموضوع شيء مهم جدا، هو مفهوم الصوت. في علم الفيزياء بيعرفوا الصوت على انه هو مجموعة من الاهتزازات، يعني تضاغطات وتخلخلات تنتقل عبر وسيط مادي من المصدر حتى يصل الى الاذن البشرية عشان تسمع هذا الصوت. يعني وجود وسيط مادي هذا شيء اساسي في عملية انتقال الصوت. مع عدم وجود وسيط مادي يعني فراغ، ما في انتقال للصوت. يعني لو طلعنا على الفضاء ما في حد بيتكلم بصوت، فيش صوت، فيش انتقال للصوت، في انتقال للضوء، لانه عملية انتقال الضوء تختلف تماما عن عملية انتقال الصوت. كيف يتم عملية انتقال الصوت؟ عملية انتقال الصوت محتاجة مصدر للصوت، ومحتاجة وسيط، ومحتاجة مستقبل. يعني بنتكلم عن سبيكر او سماعة او ميكروفون او حد بيتكلم حتى بصوته، ولازم يكون في وسط في ينقل هاي الموجات الصوتية، ولازم يكون في مصدر للاستقبال. مصدر الاستقبال نتكلم عن الأذن البشرية على سبيل المثال. أما عن آلية عمل الموجات الصوتية في عملية الانتقال، فالصوت لما يطلع من التم أو من شفاهنا فهي عملية اهتزاز تضاغطات وتخلخلات للوسط الهوائي الموجود، الغاز اللي موجود، وبينتقل من موجة إلى أخرى، من موجة إلى أخرى، من موجة إلى أخرى، عشان يوصل في النهاية للأذن، وبيدخل في الأذن، بيصطدم في طبلة الأذن، وبعد هيك في العظام اللي موجودة، وبينقل الوصلات العصبية، بتنقل الذبذبات هذه للمخ. المخ بيترجم إنه هذا الصوت هو صوت انفجار، هذا الصوت هو صوت سيارة، هذا الصوت هو صوت الإنسان الفلاني. وهذا بينقلنا للتعرف على الموجات الصوتية أكثر من خلال الخصائص. خصائص الموجات الصوتية: واحد هو طول الموجة، كل موجة صوتية لها طول، فالطول هو المسافة بين أي نقطة موجودة في الموجة الأولى للنقطة المناظرة إلها في الطور الآخر. يعني لو أنا بدي أتكلم عن قمة الموجة من النقطة هاي للنقطة هذه اسمها طول الموجة، ولو أنا بدي أتكلم عن قاع الموجة من النقطة هذه للنقطة هذه بتكون اسمها طول الموجة. زي ما انتم شايفين في الصورة، هذا المكان اسمه طول الموجة. الخاصية الثانية هي خاصية سعة الموجة، وسعة الموجة تدل على شدة أو قوة الإشارة في الموجة الصوتية، ويستدل عليها كلما زاد ارتفاع أو زاد سعة الموجة كان الصوت عالي أكثر. أما الخاصية الثالثة فيها التردد. التردد هو عدد الموجات الصوتية التي تزيد عن حد معين في الثانية الواحدة، تقاس بمقياس ووحدة قياس اسمها الهيرتز. وهذا بيقسم الموجات الصوتية لثلاث موجات صوتية من حيث التردد: موجات صوتية سمعية، موجات صوتية تحت سمعية، موجات صوتية فوق السمعية. الموجات الصوتية السمعية اللي احنا بنسمعها تتراوح بين 20 إلى 20 ألف هيرتز. طيب تحت 17 أو تحت 20 هيرتز هذا الكلام احنا ما بنسمعه، وفوق 20 ألف هيرتز برضو احنا ما بنسمعه وما بينفع نسمعه، ولو سمعناه حتصير كارثة. فالموجات الصوتية إما ساوند ويف أو ألترا ساوند ويف أو إنفرا ساوند ويف، هدول الثلاث موجات الصوتية اللي موجودين، اللي هم يعتبروا الناقل الوحيد لعملية الصوت. الخاصية الرابعة والأخيرة هي السرعة، والسرعة تدل على سرعة انتقال الإشارة الصوتية من نقطة إلى نقطة عبر الوسيط. هذه السرعة تقاس وتحدد سرعة إشارة الموجة الصوتية. في علم الأحياء بيعرفوا الصوت على أنه هو إشارة نغمية يصدرها كائن حي للاتصال بكائن حي آخر. أما الصوت اللغوي فهو الإشارة التي يتحدث بها الإنسان بإرادته بهدف إيصال رسالة محددة تصل إلى آذاننا من خلال وسيط مادي ينقل هذه الإشارة. في مقابل الأصوات اللغوية اللي احنا بنتكلم فيها وبنسمعها، في أصوات غير لغوية. إيش يعني غير لغوية؟ يعني أشياء تصدرها كائنات أخرى، أو أشياء لا يمكن كتابتها، لا يمكن كتابتها، هي مفهومة وإحنا وصلتنا لآذاننا ولكن لا يمكن كتابتها، لا تسمى أصوات لغوية، تسمى أصوات غير لغوية. الآن بدنا نتكلم عن الفرق بين اللغة
والكلام. كثير بنسمع اللغة وكثير بنسمع كلام، إيش الفرق بينهم؟ بشكل بسيط جدا وبدون تعقيدات، اللغة هي الكلمات، هي الجمل، هي الكلام الذي يكتب الصامت، أما الكلام هو الألفاظ التي تنطق. فالفرق بين اللغة والكلام كالكلمات والألفاظ. فعلم الأصوات أو ما يعرف بالفونيتكس هو العلم الذي يبحث في الأصوات اللغوية، خصائصها وكيفية انتقالها وكيفية وصولها وما إلى ذلك من كافة المراحل حتى وصول الصوت إلى المستقبل. وعملية إنتاج الصوت بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي عملية إنتاج الصوت من المتكلم أو من الناطق، الشخص اللي بيتكلم، فهي عملية فسيولوجية، عملية طبيعية إلها علاقة بأعضاء الجسد، فأنا بتكلم فبتنتقل الذبذبات. العملية الثانية أو المرحلة الثانية هي عملية انتقال هذه الإشارة في الوسط المادي اللي تكلمنا عنه في البداية، وهذه العملية هي عملية فيزيائية إلها علاقة بالموجات الصوتية وكيفية انتقال الصوت من المصدر إلى المستقبل. المرحلة الثالثة هي عملية استقبال وسماع الصوت من السامع، وهذه عملية فسيولوجية أيضا باستخدام الأذن وما يصاحبها من إدراك للعقل ونشاط للعقل علشان يترجم هذه الرسالة ويفهمني إيش محتواها. ثلاث خصائص بتميز الصوت البشري. أولا شدة الصوت. شدة الصوت يقاس بوحدة تسمى الديسيبل، ديسيبل اختصارها دي بي، ولما يكون الديسيبل عالي بيكون الصوت عالي ومرتفع جدا وأنا سامعه بشكل قوي جدا، لما يكون الديسيبل أو الدي بي واطي منخفض فلا يكاد يكون مسموع، لما يكون عند 0 دي بي أو 10 دي بي بيكون إشي خفيف جدا وأنا سامع إشي بسيط. اثنين درجة الصوت. درجة الصوت يعني الحدة، الحدة والغلاظة، فكل ما زاد التردد، كل ما زادت نسبة التردد في الموجة الصوتية بيكون الصوت حاد زي صوت المرأة، ولما يكون التردد منخفض بيكون الصوت غليظ زي صوت الرجل. حتى الآلات الموسيقية، الآلات الموسيقية اللي وترها بيكون مشدود بيكون التردد عالي وبالتالي بيكون الصوت حاد رنان، ولما يكون الوتر مرخي بيكون الصوت غليظ، وهذا بيكون صوت غليظ أكثر من الوتريات اللي بتكون صوتها حاد. الخاصية الثالثة هي نوع الصوت وطابع الصوت. نوع الصوت وطابع الصوت، لو إحنا جبنا صوتين متشابهين تماما في الشدة والدرجة اللي تكلمنا عنهم سابقا، إلا إنه الأذن البشرية بتستطيع تمييز البصمة الشخصية الصوتية لكل واحد، تقدر تحدد هذا فلان وهذا فلان. سامحوني على الإطالة، ولكن كان لابد من توضيح بعض المفاهيم، منها الصوت وتعريف الصوت فيزيائيا وفي علم الأحياء، وخصائص الصوت وخصائص الصوت البشري، والتعريف بالأصوات والكلام والصوت اللغوي والصوت المنطوق وغير المنطوق وغيره من التفاصيل اللي تكلمنا عنها في الحلقة. بتمنى من حضراتكم تكون الحلقة إن شاء الله تكون مفيدة، وانتظركم إن شاء الله الحلقة القادمة ودرس جديد في علم الأصوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.